بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. البرتغالي فريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك قدم رسائل تحفيزيه سريعه للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، وده كان خلال تدريبات الفريق امبارح. واكد فريرا للمهاجم على ثقته الكامله في قدراته لمواصله التالق والعوده للمستوى اللي كان عليه في الموسم اللي فات. وشهدت تدريبات الفريق مشاركه كل اللعيبه في التدريبات الفنيه والبدنيه بشكل طبيعي، خصوصا ان الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي للاعيبه الاساسيه اللي لعبت مباراه المقاولين الأخيرة. فريق تشيلسي الإنجليزي حقق الفوز على فريق بورنموث بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي الممتاز. وجت أهداف تشيلسي عن طريق كاي هايفرتز وميسون ماونت في الدقائق 16 و24 على التوالي. فريق مانشستر يونايتد حقق فوز كبير على فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي جمع الفرقتين على ملعب أولد ترافورد في الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 19 وأنتوني مارسيل الهدف الثاني في الدقيقة 22. في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 87 سجل فريد الهدف الثالث من تمريرة اللاعب البرازيلي كاسيميرو. الاتحاد السنغالي لكرة القدم حسم مصير سيسي المدير الفني للمنتخب الأول بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022 والخروج من دور 16 على إيد إنجلترا. وقال أوغستن سينغور رئيس الاتحاد السنغالي: نحن في مشروع رياضي، وتوقع أن يكون سيسي على رأس الجهاز الفني للسنغال في كأس أمم أفريقيا اللي جاية في كوت ديفوار 2023، وبالتالي هيواصل المدرب سيسي الإشراف على منتخب السنغال خلال المرحلة القادمة. رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أكد بقاء واستمرار المدرب ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني لأبطال العالم بعد ما قاد التانجو للقب المونديال في قطر. وقال تابيا في تصريحاته: سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني وما عنديش أدنى شك في استمراره، وبعتقد أن 99% من الناس هيقولوا علينا مخطئين لو فكرنا في تغيير سكالوني. نادي ليفربول الإنجليزي هيعلن قريبا عن صفقة جديدة للاعب كودي جاكبو جناح أيندهوفن الهولندي، واللي سبق أنه أعلن بشكل رسمي عن التوصل اتفاق مع ليفربول على انتقال جاكبو للريدز في انتقالات يناير. أعلن كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة الفريق لخوض مواجهة ستراسبورغ في اللي هتتلعب النهارده ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الفرنسي. وجه الثنائي كيليان امبابي ونيمار دا سيلفا على رأس قائمة الفريق الفرنسي للمواجهة الأولى بعد انتهاء بطولة كأس العالم. من ناحية تانية هيغيب النجم الأرجنتيني ميسي عن المباراة. كريستوف مدرب باريس سان جيرمان علق على انضمام كيليان امبابي ونيمار دي سيلفا بشكل مبكر لتدريبات نادي العاصمة الفرنسية بعد انتهاء بطولة كأس العالم. وقال المدرب الباريسي: أشرف حكيمي وكيليان امبابي هما اللي طلبوا يرجعوا بدري للتدريبات، وده بعد ما قدموا أداء مذهل مع فرنسا والمغرب في كأس العالم، أما باقي اللعيبة فرجعوا هما كمان في المواعيد المحددة. وبخصوص عودة ميسي لتدريبات الباريس، قال المدرب أن ميسي رجع الأرجنتين علشان يحتفل بكأس العالم في بلده، ورعينا البعد الجغرافي وطول الرحلة في السفر، علشان كده قررنا يرجع في أول شهر يناير علشان يشارك في التدريبات يوم 2 أو 3 من نفس الشهر. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع شاذلي وبسان. شكرا ليك يا لميو.